السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمشاهدينا الأعزاء. حلقة اليوم هنتكلم على محصول استراتيجي مهم جدا، وهو نبات التخن. التخن من الحبوب الجميلة الممتازة اللي احنا بنطلع منها أشياء كتيرة جدا جدا. أول حاجة إن احنا بنطلع منها طحين أو دقيق، وبيستعملوه في دولة السودان في عمل الخبز، وده شيء مهم بيعتمد عليه أكتر من 300 إنسان على مستوى قارة آسيا وأفريقيا في عمل مخبوزات كتيرة جدا، بجانب إن هو بيدخل في صناعة البيرة، بيدخل في صناعة الحبوب والعلف وصناعات كتيرة جدا جدا. طب ليه فوائد؟ ليه فوائد كتيرة قوي. بالنسبة للنساء هو بيخفف من آلام الدورة الشهرية بتاعتها، بجانب ان هو بيدي الانسان احتياجاته من البروتين والاحماض الامينيه، برضه بيساعد على علاج امراض السكري، ليه فوائد عظيمه كبيره جدا جدا. في مصر تقريبا بداوا ان هم يزرعوا بعض المناطق البسيطه منه، لكن احنا محتاجين ان احنا نعمله زراعه بمساحات وبكميات، ان هو يسد حاجه المجتمع العربي في التقليل من استيراد القمح من الدول الاخرى، لان احنا عارفين ان الوطن العربي بكل الدول اللي فيه ما عندهاش اكتفاء ذاتي في المحصول القمح. لما ندخل معاه التخن يبقى برضه حاجة مفيدة وحلوة وجميلة. طب نيجي نتكلم على بعض الصفات بتاعته. اول شيء ان هو نبات بيوصل ارتفاعه من 30 سنتي اللي ممكن يوصل لغاية 4 متر ونص، فده يعني احجام كبيرة منه، بجانب ان النبات ده فيه ميزتين. انا ليه عملت الحلقة النهاردة؟ مع ان هو محصول استراتيجي، يعني ممكن نزرعه في الحقول، لكن احنا ممكن نزرعه في المنزل تحت نظام المايكرو كرين. المايكرو كرين اللي هو نظام الاستنبات، ان انا استنبت حبوب في المنزل واستفاد بيها وهي مستنبتة على ارتفاع مثلا 3 4 سنتي او هي لسه منبته صغيره، ونتغذى بيها. وبالنسبه للاطفال حاجه مفيده جدا، وندخلها في عمل السلطات والاكل مع السندوتشات الصبحيه وفي اي وقت، او الناس اللي بتحب تعمل دايت ممكن تاكله بدون اي شيء اخر، فده حاجه مفيده جدا. طبعا المستنبت ان احنا بنجيب البذور بتاعتنا بنغسلها كويس بالميه، وبنرطبها كده ببخاخه او باي شيء في علب مغلقه او برطمانات لمده 3 4 ايام، بتحصل استنبات. طب انا عايز اخد كمان مجموع خضري معاه، يبقى في الحاله دي احنا بنزرعها مع التربه، بنحط فيها البذور بتاعتنا، ولما تكبر مثلا لغايه الشفه بتاعه القصيص بجمع مجموع الخضري بتاعها او بالجذور واغسلها كويس واستفاد بيها. زي ما انتم شايفين البذور بتاعه نبات التخن اهي، بيبقى منها اللون الابيض واللون الاحمر والقرمزي والالوان كتيره جدا جدا، لكن ده اللون المتوفر اللي انا قدرت اجيبه. طب طريقة الزراعة بإيه؟ طريقة الزراعة عن طريق البذرة فقط لا غير. إمتى الوقت المناسب للزراعة؟ الوقت المناسب للزراعة إن أنا أزرع العروة الصيفي يبقى في شهر 3 و4 و5، أو العروة النيلي أو الخريفي بنزرعها في شهر 7 و8، يبقى ديت وقتين الزراعة اللي أنا بزرع فيهم. بالنسبة للتربة هو بيحب جدا جدا التربة الطينية الخصبة. طب انا عندي تربه صفراء او عندي تربه رمليه، اعمل ايه في الحاله دي؟ مفيش مشكله، الدونم الواحد بحط عليه من 30 ل 40 متر مكعب من السماد العضوي، وده طبعا باتفاقي مع مصنع الكمبوست او السماد او ايا مكان. طب انا والله بعمل زراعه منزليه بسيطه، عايز احط فيه ماده عضويه، القصيص الصغير اللي احنا بنتكلم فيه مثلا 20 سنتي بنحط ربعه لا يزيد عن كميه من الاسمده العضويه، وبعد كده بقلبه كويس واديله ميه يومين ثلاثه، وبعد كده بزرع البذور بتاعتي. طب القصيص اللي زاد هتحط فيه كام بذره؟ ثلاثه لاربع بذور، وزعهم بالتساوي. طبعا البذره زي ما انتم شايفين رهيفه جدا جدا، واحط واروي الريه بتاعتي كويسه بعد الزراعه على حسب نوع التربه بروي. طيب احطه فين؟ احطه في مكان مظلل لمده 3 4 ايام لغايه لما يحصل انبات. اول ما يتم الانبات بحطه في مكان شمس خفيفه. طب لو انا هزرع في الحديقه، هتيجي على المكان اللي انت تزرع فيه بتحط سمادك العضوي، لو نقول المتر مربع نحط مثلا تقريبا حوالي كيلو او كيلو ونص او 2 كيلو بالكتير من السماد العضوي، ايا مكان نوعه ايا مكان مصدره، المهم يكون متغذي على نباتات، او لو نباتي مفيش اي مشكله فيه، ونقلب كويس بالتربه، وبعد كده بنخططها وبنفرد البذور بتاعتنا بين المكان والمكان، دي اسمها جوره 30 سنتي. لما يحصل انبات بنقي النبات القوي واعدم النباتات التانية، يبقى كده عندي نبات كل 30 سم ويكون مكان مشمس وجميل، وده مهم جدا جدا. احنا كده اتكلمنا عن التسميد، اتكلمنا على طريقه الزراعه، مواعيد الزراعه. بالنسبه للتسميد، النبات ده شره جدا للاسمده النيتروجينيه في بدايه حياته، ومع كل حشه، يعني ايه كل حشه؟ يعني كل ما بجمع محصول بتاعي دي اسمها حشه. طب النبات ده
اقدر اجمعه امتى كمحصول؟ من بدايه الانبات اعد 40 ل 50 يوم، ودي الحشه الاولى. بعد كده اديله سمات الحيوي بتاعي ايا ما كان مصدره، او السمات الان بي كي يكون عالي النيتروجين، او سمات اليوريا مع شويه البوتاسيوم والاسمده الاخرى ميكس مع بعض، ويفضل يكون ان بي كي احسن. لما بحط الاسمده الفرديه مع بعض ممكن يحصل بعض التفاعلات او يحصل بعض الترسبات، فخلينا في الاسمده الحيويه بتكون افضل. كده احنا دلوقتي حشينا الحشه الاولى بعد 40 ل 50 يوم، بدت التسميد بتاعي، بدت الريه بتاعتي. بعد كمان 30 ل 40 يوم باخد الحشه الثانيه، بعد 30 ل 40 يوم كمان باخد الحشه الثالثه. يبقى الارض عندي باخدها كم مره؟ باخدها 3 حشات بين المره والتانيه تقريبا شهر او شهر و10 ايام. الفدان بيديني قد ايه من التخن؟ تقريبا 30 طن، من 25 ل 30 طن. الفدان 4200 متر مربع، يعني الهكتار الفدانين ونص بيديني تقريبا في حدود 75 طن. يبقى ده حاجه ممتازه جدا. طبعا المحصول اللي احنا جمعناه بعد ال3 حشات مش من الحشه الواحده. طب ايه الامراض اللي بتصيب النبات الممتاز الجميل ده؟ الامراض اللي بتصيب النبات ده، في عندك امراض الفطريه زي الصدأ والفيوزاريوم والرايزوكتونيا. الرايزوكتونيا طبعا بيسبب الرقاق بتاع النباتات، والفيوزاريوم طبعا عارفينه كله مشاكله في التربه وعفان التربه، والصدأ بيكون فيه بصرات لونها اصفر على ساق النبات، وبالتالي لازم استعمل مبيدات الفطريه زي الكربنتازيم زي التوبسين زي الرش بالاسمده الحيويه لو انا هزرع زراعه عضويه مش عايز ان انا استعمل اي مبيدات ايا مكان. طبعا الرش بيكون لو احنا هنستعمل الاسمده الحيويه بيكون مره كل 5 ايام على مدى المحصول بتاعنا كله، والاكتر بعد الحش على طول فورا. طب لو انا عندي الامراض الحشريه، مشكله في الامراض الحشريه، عندي المن باشكاله، حفرات الساق، بق الدقيقي، عندي التريبس، وده كله بنستعمل المبيدات الحشريه الزراعيه مره كل 5 ايام او كل 4 ايام، ويكون الرش بعد غروب الشمس يكون افضل واحسن. ده بالنسبه للامراض الحشريه والفطريه. اتكلمنا على زراعه التخن في البيت، ان احنا ممكن بنظام مايكرو جرين او النظام المستنبت، فكل ده مفيد جدا جدا للزراعه المنزليه والزراعه الحقليه والزراعه في الحدائق المنزليه، ودي حاجه مبسطه عن زراعه التخن الجميل. طبعا ليه انواعه كتير زي اللؤلؤي، وفي التخن المصري والسوداني، فياريت ونتمنى ان احنا نكتر منه في الفترة اللي جاية، أو نترك الموضوع ده للحكومات والمجالس المحلية والزراعية والوزارات، لكن على الأقل إن احنا نجيب البذور بتاعته ونزرعه في البيت، نتغذى عليه ونأكل أطفالنا منه، هيدينا حاجات مفيدة جدا جدا، وخاصة إن كمان بيقلل من وجع الصداع النصفي للناس اللي عندها صداع نصفي مزمن. تحياتي لكم جميعا، ورجاء تكون حلقة مفيدة للمجتمع العربي. مع ألف سلامة.